مع كل هاد ما كنت خاف من أي شيء، ما خفت من أي طريق ما بعرف شو آخره، وأنا معه لأني معه. بس أنا هلأ خايفة. زينب، خدي نجدت على غرفته. بترجاك لا تترك إيدي. نحن عنا شي حابين نخبركن اياه. شو هو؟ انا وقلسوم بنت خالتي قررنا نتزوج. شو؟ شو؟ اكيد انت عم تمزح. عابدين انت شو عم تقول؟ انت كتير عاجبك انك تكون قبل ابن هاي البنت يا عبدين؟ انت غبي لهالدرجة هاي؟ انت اعمى؟ امي ما بكفي؟ انت ما دخلك نامق، ما بدك تحكي. امي نحنا قررنا وانتهى الموضوع. هاي صارت فضيحة عن جد. انا ما عم افهم شو يعني انتو قررتوا. شو هالحكي الفاضي؟ قلسوم صار في عندها ولد، هي ارتكبت غلط، وبعدين شو منعمل؟ منطردها من حياتنا ومنتخلى عنها؟ منعمل معا يلي لازم ينعمل. وأنا ما رح اسمح إنكم تعاملوها بهي الطريقة. أنا حضنت البيبي أول ما إجا وكنت مفكر ابني، بس ما طلع هيك. صفية ما كانت أمه ولا أنا كنت أبوه، بس ما كتير فرقت. أنا بقله كامل وقلسوم بتقله نجدت، بس نجدت رح يضل كأنه ابني بالضبط. أنا ما رح خليه يكبر بدون أب. أنا رح كون أخ لقلسوم. طلبت منها نتزوج وقلسوم قالت أي موافقة. أكيد رح تقول هيك. وين بدها تلاقي واحد بسيط وأجدب مثلك بهالدنيا يربي لها ابنها ويصير أبوه، وخصوصي إنه في عندها أم قوية وقادرة مثل أمها هي. أنا يلي فكرت وقررت أمي، وما رح أسمح لحدا يحكي عنا وعن خالتي. أنا رح كون أخ لقلسوم، بس هي فعلياً رح تكون مرتي على الورق. عيش كتير بتشوف كتير. نامق انت ما رح تقول شي؟ رح تضل واقف هيك عم تتفرج؟ طبعاً ما رح اسمح بشي مثل هذا يصير. بس انا ما عم اطلب الاذن من حدا خالي. انتبه كتير منيح على حكيك يا عبدين. وانت ما قدرت تسيطري على بنتك ما هيك؟ هي عملت عملتها وإجت لحتى تبلينا. حكي لك شي كلمة بقى نامق، سكوتك عم يخليهم يتمادوا. كنت بتعرفي بالاتفاق يا دار؟ ايه طبعا بتعرف، ليكو باين على وشها. هن انخططوا مع بعض واعتبروا الكل مغفلين ولازم يقبل. ليكون الموضوع بخصك. ما رح يصير شي من هاد. ما رح اسمح لابني يتزوج وحدة جابت لنا العار. بكفي بكفي. أنا عابدين
خالي احكي. أنا عابدين، ما بقدر أتخلى عن الناس عم توجعك شي؟ كان عم يوجعني. لازم نروح لعندي جيت. ليش بقى؟